لمصائب الزهراء هجرت المضجع وأذلت قلبي من جفوني أدموع أفكان من حكم النبي وشرعه أفكان من حكم النبي وشرعه أن تضرب الزهراء ضربا موجعا أن تضرب الزهراء ضربا موجعا أوصل إله بوصل عترة أحمد فكأنما أوصى بها أن تقطع اللهم فعلوا بآل نبيهم فعلا له عرش الإله تضعضع فعلا له عرش الإله تضعضع يا زهرة صوتك يا مولاي يا فرج الله قد علي ايوه ويله واماما قد علي بعده بنجاديه ومن البتول الطهر رض الأضلع وضعت وراء الباب حملا لم يكن قد آن لولا عصرها أي ضاع ومضوا بكافلها يهرول طيع لولا الوصية لم يهرول طيع خرجت تعثر خلفهم تدعوهم خرجت تعثر خلفهم تدعوهم خلوا ابن عمي أو لا أكشف لي خلوا ابن عمي أو لا أكشف لي الدعاء أوله يا زهراء كم أضمرت من علة وتجرعت من غصة يا للهدى لن تجرع